بنركز. انتوا ما بتفهموا غير هيك انت والهابرينو. انت غرامك غرامك تركب لي عزقه. ركب لك شو؟ عزقه برغي. عمو ليخة عمو ليخة يا عمي. تفضل يلا كب. لا لا إلك خليها يلا روح. صحة قول. شيل يلا شيل 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 شيل. تفضل. ليك ما تقفف كثير بشرفك. ركز ركز شوي معنا. اسمع شوي. يلا من ايدك يلا. ايوه. لك يا هابر. شو هاللعب ال بلا بلا طعم هذا. شو هاللعب ال لا يا شادي قاعدين عم نلعب من اول دا. انت ما هابر مش معنا. انت كمان زدنا يا هابر. لا لا ما عم تركز معي اسمع. لا غير قوم انت عطش زبيت الاول. قوم بدله قوم بدله قوم بدله. شبكو شبكو شبكو. عم نلعب ورا. تلعب بعرف عم تلعب ورا. ها شو انا اعمل لك قهوه تلعب لي ورا هون. هذا بيتي وانا حر فيه يا خي. شو خي عنا عالم عنا ضيوف. مين عندك ضيوف؟ ايوه ابو الضيوف. مين هون؟ انت مش زياد برجي؟ ابو نور هون وما بتخبرنا؟ هاو هول مين هون؟ هاو هاو من اهل البيت. اهل البيت؟ لا مش اهل البيت، اهل البيت من اصحاب البيت. قلت لي تعال روق ساعتين نام عندي روق، مش انت قلت لي تعال روق؟ ايه قلت لك. مين هون؟ لا مبسوط هاي زياد كيفك خي ما تقول ما يكون قال لك ما نامك. لا والله هيك كنا هيك مروقين شوي، شو عاملين؟ بس لحظة قال لك تعال نام عندي هو؟ هو قال لي تعال نام، انت ما تعال العب عجلة السير. ايه تعال قبل نايمني من امبارح جوا. انت نيمتوا لزياد هون؟ ايه بدك فضل لك اياهم فضل لك اياهم. لا والله فضل لنا الله لا يوفقك. مرحبا شباب. لا لا بزياد. لا لا زياد تفضل. من وين؟ من هون. تفضل انزال. تفضل يا تفضل يا خيي. فرطونا اللعبة. ايه فرطونا. نحن قاعدين ناطرينه وهو نايم هون. لك يا حبيبي انت مرحبا. مشتاق لك. منور منور. ثانك يو برو. الف مبروك. الف مبروك. ثانك يو. الف مبروك على البرنامج الحلو يعني. لك يا حبيبي انت منور بيت الكل. على فكره هاي الطله مش عاديه. انت اول واحد بيطل يعني بالعاده بنستقبلهم من البيت. انت نايم عنا بالبيت كنت تفضل فوت. حبيبي انت كيف حبيبي بلال. كثير حلوين ثيابك مرتي. مرسي لأنك قلت هالجملة حتساعد بإنه عائلتنا تضل عايشة بسلام. لأنه يعني شفت قلت لك. هي هيدي بس مزقة. إيه طبعاً. عن جد فظيعة. حبيبي. هي دائماً بتساعدك بتنقية التياب ولا؟ هي حالياً هي عم تلبسني. إيه. أو بس مين بس عم بشلحك؟ أنا عم بشلح لحالي. عرفت حتقول لي هيك. يقبرني عيني أنا. شو حلو؟ إيه. شو حلو اللي عامله اليوم؟ أيه. بغنية شو حلو. بس أول شيء بدي أسألك أنا كيف طلعت معك هالغنية؟